السلام عليكم، حياكم الله يا ملزلزين. حياكم الله زين. ايش عنده يدق اورك ذا؟ طبعا عندنا الحلقه الثالثه من اسمع صوت السلب جنبي. الحلقه الثالثه من سايلنت هيل الجزء الثالث. قبل ان نبدا لا تنسى اللايك التعليق المره هذه خلي عندك ما. طبعا الله يسعده، قولوا امين. الله يسعده دنيا واخره اللي اعطاني نسخه سايلنت هيل على البي سي، نسخه محدثه عن اللي عندي. اللي عندي فيها مشكله تقريبا، يعني كانت المشكله في النسخه القديمه والنسخه هذه محدثه، فالله يجزاه خير اللي اعطاني النسخه هذه. والان راح ارجع. هذه النقطه اللي انا وقفت عندها ومتين. ها برجع الحين الشغله لازم اشوفها قبل لا ارجع للنقطه هذه، الا وهي الان راح تشوفونها. انا مسوي زعت حركه، يعني مسوي يقولون التي في هذا لازم تشوفه. دادي طلعت صور. من بعدين ما اشوف اي شيء ولا اسمع اي شيء. ما كان ذلك، اتساءل. تقول كأني سمعت واحد يقول دادي. ما انا ما سمعت. ممكن قال، انا بس ما سمعت اسمع وشوشه بس. يعني هذه كذا. لا مو حفظ، لا مو حفظ. تخيل تدق حفظ تنزل عليه تحت تدق حفظ. العيد يبا والله العيد. لا هنا يوم. طبعا عبد الله الدوسري يعني ما قصر، حرق علي جزئيه. يعني هو ما حرقها، قال لي بتدري من البدايه، فعلمني. قال لي البنت هذه بنت هاري ميسون، هاري ميسون اللي في الجزء الاول. فعبد الله اعطاني اياها كذا حرقه كذا على بلاطه، ولكن عادي انا ما اعتبرها حرقه لان هذه الاحداث فعلا يعني مستأصله يعني في الجزء الاول. وبس يعني ايش تبي توضح؟ اقول يعني ان انحرقت من اكثر من جهه، مو بس عبد الله اللي حرقها. طبعا هنا المفروض اني اجي وافتح الباب زين وارجع. الله يقطعكم يا الاتسلاب. فعلا كذا. وتبطل. طيب سؤال، اتحلت المشكله حقت الرصاص؟ ايش رايك؟ انا ايش قلت لك؟ ركبت نسخه حديثه. شف شف الخير، شف مستودع ذخائر عندي ما شاء الله، يعني بس اللهم لا حسد. يعني طبعا احد من الزازين بعد اعطاني نصيحه، قال عبد الله شكله الدبيبه، قال عبد الله حاول انك ما تقتل. ما تقتل الوحوش. حسب ما اشوف ما في شيء هنا، فشكله بالجهه الثانيه. شكله انا اقول عند الدبيبه. من هنا يمكن. متاكد 100% تبطل باب. ترى التحكم في الكاميرا غبي مره. اي هذا الباب اللي تبطل. بسم الله ننطلق على مترى هذه الرحله بكل هدوء. تلفتي. خبل. يعني القطار كان ينتظرني انا. القطار كان ينتظرني، كان يقول عبد الله لين تجي انت بعدين نمشي. في دم. مو دم، حفظ. احفظ. غريبة حفظ على الارض. ايش دعوة؟ في القطار، حفظ القطار. طيب. الجير قام يهتز، الله يستر. في مجلة هنا. يعني ليه تطلع فيها طيب؟ أجل تبي تقرا المجلة ذي؟ ولا ذي؟ و
والله متعمد أدري. بغى أسوي أكشن يعني. بشوف يعني يمكن تسوي حركة. عبد الله تستهبل تموت. طيب بروح من هنا أجل. ما بزرع. عطوا مشكلة لا تعطيهم وجه. بحاول اني شوفوا انا من بداية اللعبة الى الان ما قتلت الا الزعيم الاول بس. بحاول اني اكمل بدون اقتل احد. يا ولد هذا كبر ولا يتهيأ لي انا. ول اي والله كبر يا ولد. سوى انقسام. ابي طيب. هلا والله بالشبيبة. هذا الشيء شنو؟ والله تطورنا صارت قام ينمو صغير ذا. والله قام يسرع القطار. هتفخ ذا شلون ويا؟ بس يا بابا اسحب عليه. احلى شيء انه ما يجيني. اوه قطار ذا طويل يا ولد. اشو خلص. شكل في احد بيركب ويانا. ايش في دق بريك ذا؟ في احد عرفت اللي طيحه تحت هذه اللي يتعلقون عليها مسكين. رحلتي قصدي محطتي وصلت بس انها في العالم الاخر. اكيد هي مره عادي. احفظ فوق الحفظة. طيب يعني هذه اسمها هيذر ميسون او ميسون. صح اكيد على اسم ابوها. مو اسم ابوها اسم قبيلتهم. عندهم قبيلهم؟ لا مو القبيلة اسم العائلة قصدي. تشك معصب الباب ذلك كذا. مالي الا هناك. بعد ما تلاحظون اني امشي بدون سلاح حتى حق الدفاع عن النفس مسامح فيه. بس صح تذكرت تقولون الدرع تستخدمه الا في وقت يعني مواجهات لانه يثقل مشيتك. يعني انا الان شوفوا مشيتي تقريبا سريعه شيء بسيط يعني لاني شلت البيب. نزلي البيب يا شاطره. قطي البيب وخليت ماسكه. لا بدون الدرع وشي. خلوني اسوي لكم تست كذا بدون الدرع. شوف بدون الدرع ما شاء الله سبوقة ما حد يلحقها. أسرع من كذا ما فيش. طيب ويدي الوقتي يا جماعة التجربة الثانية اللي هي بالدرع. طبعا خلها ترتاح عشان ما نظلمها نقول إن مشيناه وهي تعبانة. خلصتي؟ خلصت. طيب الحين شوف الركضة البطيئة المائعة ذي. يعني لو في وحش لحقني. طيب الحين بدون الدرع شوف الركضة. فرق شاسع. لا حد يقارن أمانة يعني. أمبي ما معي خريطة. يا عيال اللي هناك اكيد الخريطة عند اللي هناك. يا رب القى الخريطة يا رب. العيد. يود هذا شوف هذا شو وضع ذا. ابوهم يعني. الله يهديك شو اللي يرجعك انت. فر
خلى لين تقرب. ثاني. هذا من وين طلع ذا؟ أنا بذيك تجيني. ولد ذا مفترس يا ولد. بعدين ما أخذت الدرع، المفروض أخذ الدرع. ما أنت إيه أنت مستانس، علاجاتك وايد تمام. أبغى خريطة. أبغى مريطة. يا كثركم. أقول أول شيء خريطة مريطة، ثاني شيء الله نيجن، نيجن هنا بيقوم الحين. عبد الله أنت قلت ما راح تقتلهم. اي نعم مني قلت الكلام ذا، لكن ممكن اغير رايي كيف يا عاد. سامشيني اخذت الخريطه، خريطه مريطه. شوف في دم، بقعة دم على الخريطه. ما تهمنا بقعة الدم هذه، يهمنا فحوى. حلوه فحوى، فحوى ما هو داخل هذه الخريطه. ففحوى ما هو داخل الخريطه يعلمني وين اروح، وين اجي، وين ديار اهلي. بس يا بابا، بس يا بابا، بس يا بابا، ابوكم هناك، ابوكم هناك. شوف الحركه دي، ذكاء فيها ذكاء. ما شاء الله كل هذا يمديني حافظ بيها. سويت حركه غبيه. بس خلاص تعالوا خف. مرة ثانية سمعت الصوت، شكله خنزير بري متوحش. يعني بالله، يعني لو كانت معتدلة فتحتيها. طيب يا جماعة الخير، انا ما ابي ملزلزين، يعني ابيهم بنفس الوقت، ما ابيهم، ما ابي اكلف عليهم يسوون يعني كابتشر لنفس اشياء، الاشياء اللي انا ناسيها، فيجوني في تويتر عبد الله ترى نسيت الحاجه الفلانيه، ونسيت الحاجه الفلانيه، ونسيت الحاجه. فاحس هنا ان قدرتي كلاعب قلت عن السابق، يعني اساس انك كنت مره لا، يعني اقول يعني الله يستر صوتي. ابوهم العود ذويبان، نشوف العود وش عنده. عنده طبعا لا لا لا، عنده طريق، عندي طريق يسار وعندي طريق يمين. انا خاف اروح يمين وانك، فاروح يسار افضل. اها العائله الكريمه هنا. اشوف اشوف وداني جهه ثانيه. ما تبوني ارجع اشوف ورا شوي؟ قبل لا ارجع، لاني انا اتخذت قرار اني ما اطق. بشوف النهايه للسكوت. خليك عاقل مثل ابوك يا ورع. شاف انت تسمع صوت الطقطقه؟ بس اسمع صوت الطقطقه واغسل يدك. الحمد لله اجل اني ما رحت. واحد لحم مقدد، واحد ها دي خمره يا جماعه، خمره خمره، والعياذ بالله. يمكن استخدمها لا استخدام. ماما حلوه. ماما حلوه. يود جدار مخيطينه، في جدار يتخيط فيه. ماما حلوه، بابا حلوه. طيب يا شاطر يا عبد الله، دام انك ما تبي تطقم ومسالم و بسم الله عليك، يعني وراك شايل هذه معك وكانك يعني داخل عليهم بكل قوتك وتهددهم باني تهدد السلاح. لا لا خلاص، عاريه اليدين. فر فر تفتر تفتر قام تفتر. هلا بنات،
هذه جزات اللي جايكم عارية اليدين، والله يدي فاضي ما فيها شيء. عبر استهبال ورقة، واضح انها تستهبلين انتي. والله زي النوتات اللي في انشارتد. يا اخي والله ابدعوا في ذا الجزء صراحة من ناحية الاصوات. الجزء الثاني فيها اصوات بس كانت قليلة وما تشد انتباهك، يبيلها تركيز. هذه لا، غصب تلفت انتباهك، تلعب كذا تسمعها غصب، والصوت تسمعه محيطي. عارفين المحيطي طبعا، يعني مو عارف المحيطي بشرح مبسط، يعني اذا الصوت يمين تسمع يمين، اذا فوق تسمع فوق، اذا زي كذا بالضبط. فالوضع هنا شوي فيه رعب. يعني ما تلاحظ انك الحين كل القروش دي كل الدعثة ذي شفتوها عشان بس اجي الجهة اللي كانت مقفلة علي، ومع ذلك بشوف ايش فيه هنا. من يذكر اول ما جيت يا اخي ما ادري اضحك ولا اخاف. لا الصيحة ضحك صراحة، الصيحة ذي سوى هذا واحد يضحك، قالوا له نكتة وقام يضحك. الحمد لله ماشيك على الطبالين اللي هنا. لا تلعب سايلنت هيل، اسحب عليها ودعبة ما اقسى. نحترم الاشياء اللي تلعبها، احترم الاشياء اللي انا العبها بكل مختصر الحديث يعني. طيب اسمع، هنا قرقعة، هنا في قرقعة في الاسياب، هناك صيحة واحد يضحك على نكتة، هنا قرقعة واحد يشيل عفش يضبط بيته ما تدري. بس ترى لها علاقة في نفس شخصية اللعبة هيذر، فهذا أكيد أنها متعلقة في حياتها. أشوف كيف عاد من أي ناحية أنا ما أدري، بس متعلقة يعني يا في حياتها يا في الأشخاص اللي حولها أو ماضيها. ماضيها زي جيمس، لما كان جيمس يمثله الرأس الهرمي، هذه ممكن الوحوش اللي هنا يمثلونها، مثل نبدأ بمثال في السمكي ممكن يمثلها، الكلب يمثلها، من وجهة غير الكبير ذاك يمثلها، ما تدري خوينا أبو يد فاف ممكن يمثلها، أو يمثل حياتها وحياة أبوها زي كذا يعني. جاي يدور عياله عندي. يا رب مفتوح، يا رب ما يحشرني، الحمد لله يا رب. طيب نحط النبيذ هنا، ما شاء الله وش النبيذ ذا اللي يشغل المطور ذا من كيسك ذي يا ولد، ايش دراك انت؟ طاح وجهي ما اقدر استخدمه هنا. لا تشتغل تشتغل يا ماما، هذه 100% لازم اجيها من هناك. صوت مي، برتسة، في برتسة تحت بس بجي، اصبروا. تحية خاصة لكل عشاق سلسلة سايلنت هيل من صغيرهم لكبيرهم. لا تلعب سايلنت هيل، اسحب عليها ودعبة ما اقسى. يو فارغ والله اني داري. عبينا بيذ، نعبينا بيذ. الله يستر عليك عبد الله، بس مفاهيم عندك مغلوطة كلها. هي مغلوطة مغلوطة، بس ايش دراك يمكن غرف من هنا، غرف من هنا واحط هناك صح؟ موية قذرة يعني، شغلة هذا عشان يفرغ الماء اللي هنا الوسخ عشان انزل تحت انا، فاروح اجيب وقود. مالي الا تياما. طقني الله 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 يسعدهم يا شيخ صبورة.
الله يهديك يا اخي، جبت طاري شيء ما نبي نجيب طريا. وش تعرفون انتم؟ هذه دفاية عبي فيها واحد غاز، بس ما نبي ناخذ، ما ناخذ هذا، نروح نشفط فيها المليون مشوار. ترى دفاية غاز، من اللي عنده دفاية غاز؟ ها تروح تشتري الغاز وتجيبه زين، ولا تروح تعبي تعبي تشفط في هذه حالتك، حالة معاناة صح؟ وين رايح؟ وين رايح معك الجركر؟ والله رايح للمحطة اللي هناك، روح عبي غاز واجي. لا الحين ترى أنا عندي دفاية غاز ليومكم ذا، واستخدم الغاز عليها أحلى منها ما في، بس تتبع قواعد السلامة فيها، مو أي واحد يعني يروح يستلمها و... طيب عبدالله عادي يحط فيها ديزل، طيب بنزين عبدالله ما تحترق. شوف أنا أقولك هي ما راح تحترق، بس الفتيلة تخرب عليك. شو فيه انقطع الصوت يا ولد؟ الصوت وراها انقطع، صوت اللعبة اختفى. طيب صبر دقيقة بسوي حركة بالنبيز بالنبيز. عبينا النبيز من حين يسحب أم الملوص. اوكي مطولين يعني، بروح انا ماني فاضي انتظرينه. كنت بسوي ترى تخطي للمشهد، بس خفت يكون في مشهد يطلع ان يطلع لي النشبة ذاك ما تدري. خلوني اركز في كل شيء يا جماعة الخير. هذا اللي فرغ الماء شفتوه، انفتح الحاجز وراح الماء. مسالم يا سلام، هذه روح ترى، هذه الروح القتاليه في الالعاب انك تكون مسالم. طيب واذا طقوك ولعنوا خامسك تقول الله يسامحكم. ايه هنا مكان جديد. الله المويه شويه تتحرك كذا، مويه حلوه دي، هذه نفس المويه الوسخه اللي قبل شوي. والله شوف احتمال التسجيل، بقول لك ايه التسجيل شغال ولا مش شغال؟ يا تسجيل شغال التسجيل. الله تذكرت الجزء الاول. انا قلت ماتت الحين الرقيقه ذي، ياي حساسه جدا ترى. ما تقدر تحداك يا ما فزت عليك. لذلك تفوق البشر على الحيوانات. والله جاك الحين علمك. تعالوا انا من جديد الجهة الثانية. طيب ولي وراي ليش سحبت عليهن؟ حلوة النطة. اروح اخلي الدعاثة ذي، شوف شوف غرف تقول من يبطلني من يبطلني، اروح اخليها ملك التبطيل. يا ولد انشغل مع عيالك، اتركني حب 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 عشان ما يخدشني خدشة واحدة، ما بيخدشني بالمجاري. خدشني صح؟ حركة أرجع بدون خدش.
شفت شلون؟ قصيت أنا هو عياله يا أخي. احترموا احترموا شعر الحظ احترموا. ها صاروا يجد أوف. أوف. أقول أنا قلبي قوي. دم مشهد المكان اللي ورا ودرته. طيب افرم هذا فرمني. التف حولي الحين عرفت ايش يقولون لا تجي خلك برا. نصيحه لا تخش تاخذ. اثار الموضوع يدور حول الموضوع ذا. شو الموضوع يدور حول الموضوع؟ قصدي حول الداب ذا اللي يلتف حولي. اتوقع اجي هناك لما يعني افرغ الماء. كل الماء فرغ راح يموت واكيد يتغذى على الماء. خذني تحت معه. عز الله اني كنت وجبة دسمة له. تمساح ذا ولا وشيطنا ولا خوينا هذا. يقول لك إشارة ان هذا راح يطلع لك قريب. اصبر اطلق شيء. شو نستخدمه فيه ذا بعد؟ صبر يا جماعة الخير. هل استشوار ذا نستخدمه بشنو؟ ولا ادمج مع حاجة ولا استشور شعر الوحش اللي قبل شوي. تستشور شعر وحش؟ لأي مرحلة وصلت أنت عبد الله؟ ما وصلت مرحلة أنا بس. الحين ما أخذ الراديو ذا. أنا ما وصلت مرحلة ترى صعب. بالعكس أنا طريقتي صح. استشوار. إيش دراك؟ صوت الهاردسك على بالي داخل اللعبة. على طول من اول ما اخذت ذا ها والريال استقبلني. شو شو اوه الله يسامحك روح بس يكفيني جروح يمتى اتحمل خطاك. سمعتوها الصيحة العنفوانية حيث يتملك الوحش بعض من شعور الخجل فيصيح صيحة عنفوانية تدل وتنم عن طيب وصفاء قلوب الوحوش. اي ماني فاضي اروح من هناك بعدين اروح من هناك كذا. أجل بروح استشور شعر وحش الدودة. أعوذ بالله صوت الطق الحار يخوف. قتل اثنين. طيب شو السوات وياه يا رفاقة؟
بتسوي؟ شفت؟ استشوي شعر الوحش. لا اقتله، حرام. كان ابغى يستشوي شعره. طيب مات الوحش الدوده، كاتشب دوده من يذكر. والله عاد كنت بستشوي شعره، حرام. خطيه، وحش اليف، ما كان قصده يأذيني، بس انه قتل اثنين. ما حد ينسى، ها؟ وقتلني انا بعد. شوف المساكين هنا شكلهم من الطقطقة اللي جاتهم. اوه شوف شوف عاين. الحين في نفس المجاري. يلا والله كان في شيء طلع فلمة تحت. انا اقول كأن مو اكيد، يعني حسيت في شيء فلمة طلع. اخاف ان ذاك الوحش المستلقى. يا رب بطقني، يا رب بطقني. اشوى الحمد لله. طيب ننزل تحت الحين، شكله اخر شيء. يعني انا خلاص الحين تقريبا بوقف ترى حرق، يعني سجلت وايد. اوف شد انتباهي الصوت ذا ترى. ليش سويت حفظني؟ ليش ما سويت مرة ثانية بعد؟ معناته شيء كايد يعني. شكلها بواجهة. هذا وين فيه؟ والله ما تدري وينك فيه. شوف. أنا في المجهول. يما صوت يخوف مرة. حيل حيل يخوف. حيال نطلع فوق. هلناش بور ما حيولا. غدا. غدا ولا عشاء؟ اوكي ما معتش خريطة لان احنا تقريبا برا طلعنا. مكان حلو. حلو انك تحفظين اذا صوروا لي الشاشة إذا في شيء نسيته، ها؟ مو توك تقول لحد يصور؟ صوروا لي خلاص، غيرت رأيي. حد لي الكاميرا ماما؟ شفتوا قلت لكم التحكم في الكاميرا غبي. هيه بويا، ما حطوا لك هني بويا حفظ. لأن أنا واضع فيه. بزوطة، في بزوطة بتصير، بس خلوني حافظ هنا. يلا الحين نخش داخل ونشوف شو السالفة. وشارفت هذه الحلقة على الانتهاء، ولكن خلوني شيء اسمي عبد الرحمن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل داخل نشوف شو السالفة. ايه الاصوات دي؟ الله 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 الله. مين اللي بيهجم؟ مين اللي بيهجم دلوقتي؟ المحقق ولا كلوديا ولا مين بالضبط؟ الله ده مغلق مغلق. عبد الله تكلم مصر خلاص. تحت الدرج ما في جواهر مؤثرة عليك. انشارتد الآن. والله توني كنت بقول خريطة مريطة. أحسن أنا مسكر أصلا. ما ناخذهم طيب.
وناخذ معي السلم ذا. نفس الموضوع. خلاص اخر باب لازم يفتحونه لك. في واحدين يستخدم الاشياء كثير. الصوت في اللعبه نفسها طقطق فوق فوق راسي بالضبط. ما لقوا يطقطقون الا فوق راسي، كانها ضاقت الاماكن عليهم يعني. هذا كيس شعير. اكيد شعير. شعير يعلفون فيه الوحوش. اسمع اسمع طقطق اسمع. في ناس رقدت هنا وجلست خيمت هنا فجأة وراحوا لهم فترة هنا كانوا. شكله موقع ابو الحفرة اللي تهدي. اقطع حذف اشوف البعد المسافة، هل يمديني انط ولا لا؟ او انط عليها انا صح انط عليها. لا تسوي ذكي تنط عليها. يفترض اني اطيح عليها. ايوه الطيحة ذي الغبية. سي جيمس يمكن عنده قوة خارقة تطيح من اعلى مكان ما يجي شيء. الله يستر في دقة غريبة طلعت وصوت اغرب. ادري تحمست بكمل بشوف مع اني المفروض اوقف ترى. ها وبس طحت من فوق وكذا. ما لي الا الفتيحه ذي. بويا بويا لا تودرنا بويا. روحي كلبة طقيتي طقتني لين قالت بس. الدرع مخليه وقت الشدايد حبيبي. خشي مع الشباك. الله دخلنا مكتبة. شو الفناجيل هنا؟ مو فناجيل هذه كاسات. ولد نبي خريطة. يصير كذا نمشي درعمة. وضع ما يطمن. يا ولد عطونا خريطة. خريطة مريضة. طيب نبي لنا يمكن أداء شيء عشان نفتحها غصب كذا. بريك دق البريك دقنا البريك. هنا تكون نهاية الحلقة الثالثة من سايلنت هيل الجزء الثالث. فلا تنسون اللايك والتعليق وانتظرونا في فيديو راح ينزل. عبدالله الدوسري يكون سفاح، يوسف السبيع يكون سفاح، وملزلز يكون سفاح. من أقوى واحد من السفاحين الثلاثة؟ شوفوا أنا أبيكم تكتبوا تحت من تتوقعون السفاح القوي فينا واللي جزر صح. توقعوا لتنزل الحلقات. السلام عليكم.